كل شيء صار ضعف الآفات. يعني ومشكلة عندنا إنه ويا آفات اللي تجي من خلال الجو اللي أمراض الفطرية وغيرها، عندنا آفة الخنازير أجلكم الله. مشكلة أثر. مشكلة حالية توصل ليش مناطق مليان هسه جزء بالليل يجي هنا وين وين سواكفين يجي من هنا. انتشار خطر اليوم على الأطفال على العوائل. يعني صار وصل مرحلة إنه ما يخاف الخنزير. العام قبلها كان شوية يخاف، صار شوية تعود على البشر. أكو صارت حوادث عندكم؟ واي حوادث. مثلاً واحد يعني يجي واحد فز خنزير ما أدري بيه ضربه مثلاً بالرجل وبغيرها بكذا، يعني تدري. شو قاعد تكافحون؟ هي هاي المشكلة، الدولة ما تكافحهم. إذا أطلاق رصاص القوات الأمنية تمنع، وأيضاً الناس مثلاً متشرب بساتين جاك خنزير خو ما تضرب ما تجوزك أحد وراه كذا. ثاني أغلب الناس ما عندها سلاح. فقط عندنا هي كسرية طشارية بس، هاي يعني اكو طلق خاص من الخنازير بس هم يعني رادك فريق مثلا فريق قوي تدعم الحكومة وهاي الأمور ويعالجونها. زين أسلاك الكهرباء خطر الناس، يعني تسقي بالليل يعني احنا حساب النهار ما كهرباء، واغلب السقي حاليا ماطورات يعني مو يعني توصل لمناطق فيها سكان صف يعني. البيت يمشي صح، حتى يأثر يعني بعض الأسمدة، يعني الأسمدة الحيوانية الناس بعد ما تخليها مرات يجي الخنزير يهيج يخربها تنسد. هو حيوان خبيث و... أيه هو يدور هاي الأمور. فالأسمدة يعني الحيوانية الناس خففت من أسباب العناوين نبو مو بالأمراض نبو طلعت من الخنازير. هو المطر والخنزير حاليا أخطر عفتين المطر المطر هو أكثر الشريعة تعلمونا خير المطر وقته أيه. بوقت رحمة وبقت لا مرات تصير بالعكس نقمة. مثل ما جسنا بتزهير العنب وغيرها يعني نادر حشابيهم تقريبا 10% 15% ببساتين شدت يعني وراحت من الخسائر مالتها، وبقى أول إهمال الزراعي مال الحكومة هذا على مستوى العراق.